أحد المواقف اللي يمكن شخصيا أنا وقفت عليها، تم التوزيع، وممكن حتى في بعض الشخصيات الاعتبارية يعني أخذنا، وكان بدون تنظيم. ففي نهاية خلاص الدعم انتهى، فأحد الفقراء يعني فعلا مشهود، يعني بظروف المادية الصعبة، يعني ممكن في تقدير أنه متعفف بس ما عرف يوصل، فحتى ما كان في تنظيم. فأذكر أني تقابلت مع الشيخ عبد الله العبدلي، أظن عبد الله العبدلي الله يجزيه بالخير، فقابل وقلت الله يجزيك بالخير، ترى والله في شخص ما أخذ بذمتي، ترى بحاجة وما وصله شيء. فجزاه الله خير، قال أبد والله ما درينا. فاستقبلوه، وكان آخر من استلم من الإعانات هذا الرجل الفقير. الشاهد فعلا انه اذا اي عمل ما في تنظيم، ما في تقسيم فئات درجات كذا معينه، بيكون غير منظم بكل تاكيد.